يا صباح الخير، يا صباح السعادة، وحلقة جديدة وهيلثي لايف معاكم لمدة ساعة من دلوقتي. ازاي نخس صح؟ انا بقول ليه كده بقى في الاول عشان اعرفكم موضوع حلقتنا، كل حاجة تخص الدايت، كل حاجة تخص ان ازاي اظهر في صورة حلوة، ازاي اخس مشاكل التخن اللي عمال على بطال. داخلين على الكريسماس عايزين جسمنا يبقى جميل، عايزين نلبس حلو، ليه ما بخسش؟ ليه وزني ثابت؟ ليه ما باكلش وبالرغم من كده بتخن؟ ايه موضوع الكرش؟ ايه موضوع السمنة الموضعية؟ بصوا حلقة فيها كل حاجة تخص الدايت. اهم حاجة صوروا ارقام الفريق الطبي لهيلثي لايف، هتنزل لكم دلوقتي على الشاشة، ولينك صفحة الفيسبوك هينزل لكم دلوقتي كمان على الشاشة. احنا هنتكلم بقى عن ايه النهارده؟ معانا كورس لينكاب. تعالوا بقى اكلمكم عن كورس لينكاب واعرفكم هو عباره عن ايه. احنا كلنا عارفين مشاكل السمنه وعارفين مشاكل الدايت، وايه مشكله السمنه وليه في سمنه موضعيه وايه موضوع الكرش. طب انا باكل كتير مش بقدر اسيطر على شهيتي، الجوع العاطفي، اتضايق اكل، افرح اكل، اجوع بالليل، كل الحاجات اللي بتسبب التخن او السمنه. طب هقضي عليها ازاي؟ هقضي عليها بحاجه تقفل الشهية شوية بس تقفلها صح. احنا عارفين ان في حاجات كتيرة بتقفل الشهية بس بتقفلها عن طريق مراكز المخ، تأثر على هرمونات الجسم. لا لا لا، مفيش الكلام ده خالص مع كورس لينكاب. احنا عندنا مورينجا، عندنا القهوة الخضراء، عندنا كبسولات سد الشهية، الكبسولة الذكية اللي بتشتغل زي بالون المعدة، عندنا نقط الحرق، عندنا فيتامين د اللي مسؤول نقصه عن السمنة الموضعية، عندنا الراسبري، عندنا حاجات كتيرة قوي، عندنا الكولاجين، عندنا الاوميجا 3. الحاجات دي ليها فوائد في التخسيس، يا ليها فوائد كتير جدا، وجوجلت كده هتلاقوا فوائدها كلها. اول حاجه المورينجا اللي انا بسميها الصيدليه المتنقله. المورينجا مش بس يا جماعه ان هي بتزود الحرق وبتمنع تكتل الدهون علشان الناس اللي عندها دهون متكتله، المورينجا كمان بتنظم السكر في الدم، فتخليني ان انا مش بجوع عمال على بطال، السكر طالع نازل، تعمل لي دايما نهم وشراهه للاكل. لا، اعشاب المورينجا صيدليه مطمئني من تصلب الشرايين، مضادات اكده يعني بتحميني من اي عدوى خارجيه. مضادات الاكسده دي مهمه قوي، تمنع اكسده وشيخوخه الخلايا بدري، فبتحافظ عليا كده في نشاط، بتزود لي حرق الجسم وبتزود لي ان الجسم ما يبقاش فيه زي ما بقول سمنه موضعيه، يعني ما يبقاش فيه تكتل، ما يبقاش فيه ارداف، ما يبقاش انا تخين من فوق ورفيع من تحت، عدم التناسق في الجسم. القهوه الخضراء انا دايما بقول للناس نشربها مرتين ثلاثه خلال اليوم، تعمل ديتوكس يعني بتنقي الجسم كمان من السموم. بعد كده عندي الاوميجا 3 وفيتامين د. اكلمكم الاول عن فيتامين د، لان في ناس كتير مش فاهمه ان نقص فيتامين د بيسبب سمنه موضعيه. فيتامين د لازم بيبقى له نسب محدده، عاده كلنا عندنا نقص فيتامين د، ونقصه بيسبب سمنه موضعيه، فتلاقي ان انت جسمك مش متناسق. علشان كده كورس لينكاب معانا في جزء لا يتجزا منه فيتامين د، فهيعوض لي النقص اللي في جسمي من فيتامين د ويقضي لي على السمنه الموضعيه. نقط الحرق احنا دايما نسمع عن خل التفاح، هو ايه فايدة خل التفاح؟ خل التفاح لما بيتاخد بصورة صح برضو بيزود عملية الحرق. انا عايز حاجة تحفز لي حرق جسمي بدل ما هو كسلان كده، فانا سديت الشهية بالكبسولة الذكية اللي كل الناس بتسمع عنها دلوقتي على السوشيال ميديا او في العيادات. هي ايه الكبسولة الذكية دي؟ ان انا لما باخدها وبشرب مية كتير بيبدأ حجمها يزيد جوه المعدة، لما حجمها بيزيد جوه المعده بيخليني اكل ولكن بكميات قليله. لان في ناس بتقول يعني سد الشهيه ان انا ما اكلش، ولما احرم نفسي كده ما انا هفقد عناصر غذائيه كتير. لا، ميزه الكبسولات الذكيه، كبسولات سد الشهيه، انها بتشتغل بالطريقه دي، ان انا اكل ولكن كميات قليله، وده المقصود. عشان كده بنقول ان انا بخس من غير حرمان، باكل كل اللي في نفسي. يعني لو محطوط قدامي بيتزايا هاكل منها، بس هاكل ايه؟ هاكل شريحة واحدة، مش هاكل بيتزا كلها، هاكل المكرونة بس مش هقدر اكل كتير، هلاقي نفسي ان انا معدتي مليانة، بس اقدر اكل كل حاجة بكميات صغيرة. عشان كده بقول ان هي صديقة العيلة في العزومات، ان انا ابقى قاعد قدامي كل الاكل، اقدر اكل كل حاجة بس بكميات بسيطة، ودي فايدة الكبسولة الذكية، كبسولات سد الشهية. يعني كورس لينكاب مسجل ومرخص من وزارة الصحة، كل عناصر كورس لينكاب بتساعد في ان انا اخس، بس اخس بصوره صح، وده المهم.
لان اغلب الناس اللي بيحاولوا ان هم يخسوا بطرق غلط بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان هم يفقدوا عناصر غذائيه، ما ياكلوش، يبداوا يحرموا نفسهم، جسمهم يحافظ على دهونه، بيدخل في مجاعه ستارفيشن يعني زي ما بيقولوها، ويبدا يعمل مقاومه ويحافظ على دهونه اكتر. فلا، مع كورس لينكاب انا هاكل كل اللي في نفسي، مش هتحرم من حاجه، هحفز جسمي ان هو يحرق بالقهوه الخضراء، بنقط الحرق، بالراسبري، بفيتامين د، بالاوميجا 3 اللي كلنا محتاجينها دلوقتي. دلوقتي لينك صفحه الفيسبوك نزل قدامكم، ادخلوا كلكم على الصفحه. النهارده بقى عايزين نقول اللي هيشتري كورس لينكاب ليه هدايا. بقى هدايا ايه النهارده؟ معانا شامبو ومعانا فيتامين على حسب الحاله. هتتصلوا بالفريق الطبي وبعد كده الفريق الطبي هيبدا يقرر لكم ايه المناسب ليكم وايه اللي ينفعكم وايه لا، بناء على الحاله الصحيه بتاعكم. عشان كده بقول ان الناس اللي بتبقى بتقول انا ما بخسش، ما بتخسوش ليه؟ ما بتخسوش لانكم بتاخدوا انظمه غذائيه مش مناسبه ليكم. عشان كده بقول اتصلوا بارقام الفريق الطبي اللي قدامكم، هيقول لكم الكورس المناسب ليكم. وانا طبعا هتابع مع كل الناس اللي بتتصل دلوقتي على التليفون اللي هيبداوا معانا تليفونات او واتساب او عن طريق الانبوكس بتاع صفحه الفيسبوك. هتاخدوا النهارده هديه شامبو او فيتامين بناء على حالتكم الصحيه. وطبعا الكورس اللي احنا هنقوله لكم هيوصلكم لحد البيت مجانا، ومتابعه الفريق الطبي مجانا، والشحن مجانا، يعني جايبينه لكم لحد عندكم. الحقوا، خلاص الاعياد، الكريسماس خلاص قرب، باقي عليه ايام، وكل الناس بقى بتقولي ده انا فرحي في نص السنه، ده انا خطوبتي عايزه ان انا اظهر في احسن حاله. كل ده هيحصل ازاي؟ لما تتابعوا معانا عن طريق صفحه الفيسبوك وعن طريق الارقام اللي هتنزل دلوقتي، وواتساب كمان موجودين معاكم 24 ساعه. اسئله كتيره جدا جدا بتجيلنا، وكل الناس بتجتهد انها تعمل دايت وتجتهد انها تعمل ريجيم، بس مش بيبقوا عارفين نعمل ايه. فيروح ياخد نظام من على الانترنت، يروح ياخد نظام حد تاني عمله ويبدا يطبقه على نفسه، يلاقي نفسه ما خسش. وهي دي المشكله، ان النظام اللي انت ماشي عليه مش نافع ليك، لا يصلح ليك. عشان كده بنقول تابع مع متخصص. فاحنا جايبين لكم الفريق الطبي لحد عندكم، مش عايزين حاجه تانيه. طيب احنا هنبدا بقى معانا دلوقتي التليفونات ونشوف مين معانا اول تليفون. الو الو، لسه التليفون. انا عارفه ان دايما الخطوط بيبقى فيها تداخل مع بعض، فايه لسه التليفون. anyway اللي مش هيقدر ان هو يلحق، عشان طبعا خطوط التليفون بتبقى مشغوله، يبعت لنا على الواتساب او لينك صفحه الفيسبوك على الانبوكس معاكم على طول. طيب في اسئله بقى دايما متكرره بتجيلنا، قصه ان انا مش باكل كتير ومقلله اكلي خالص، والله يا دكتوره بس بالرغم من كده انا ما بخسش. وارجع واقول لكم نظام الحرمان مش بيخسس، ان انا اقلل اكلي قوي قوي فجسمي بيخاف، بيقول انا داخل على مجاعه، فيعمل ايه؟ يبدا يقفل على دهونه اكتر، يحافظ على دهونه اكتر، ويقول انا مش خاسس. فتلاقي نفسك بتقلل سعراتك توصل 900 سعر حراري في اليوم، وده طبعا مش لوجيك ومش منطقي ابدا، وبالرغم من كده ما تخسش. لكن معانا ومع كورس لينكاب ومع الانظمه الغذائيه، هتلاقوا ان في انظمه غذائيه بتوصلكم مع الكورس لحد البيت برضه زي ما بقول لكم. هتلاقي نفسك بتاكل كل حاجه، تلاقي وجباتك الغذائية متوزعة على مدار اليوم، وبالرغم من كده مش محروم، يعني بتاكل نشويات، بتاكل بروتين، بتاكل فيتامينات، بتاكل معاد، بتاخد كل العناصر الغذائية لازم بتوصلك لحد عندك. علشان كده بقول ما ينفعش، أو أنا مش بقتنع ومش صح، الأنظمة الغذائية اللي هي بتقولك زيرو كارب، ما تاكلش إلا بروتين، ما تاكلش إلا دهون، أولاً بتحرم جسمك من عناصر غذائية أنت محتاجها، تاني حاجة بتمل. مش ممكن هتفضل عايش حياتك كلها ان انت بتاكل بروتين بس، او بتاكل مش بتاكل كربوهيدرات نشويات، هتجيب طاقه منين؟ ما هي برضو مصدر مهم جدا للطاقه. لكن الصح ان انا اكل كميات ازاي واخد معاها ايه يزود معايا الحرق. تعالوا نعيد مره تانية، كورس لينكاب. كورس لينكاب يا جماعه اللي موجود معانا النهارده، عشان كل الناس اللي بتسال انها عايزه تخس، بس المهم تخس صح، تخس من غير ما يجي لها انيميا، تخس من غير ما يجي لها هالات سودا. احنا معانا تليفون ونرجع نكمل. الو الو الو، صباح الفل. صباح النور، زي كده دكتور؟ تمام عمين. تمام زي الفل، جميل. قولي لي مين معانا؟ مع حضرتك عزيزه. عزيزه صباح الجمال عليكي. صباح النور يا دكتور، بنورك حبيبتي، انتوا اللي منورين والله. الو عزيزه. ايوه معاكي. انا دلوقتي انا مشكلتي ان انا طولي 165 ووزني 102. تمام تمام اوكي. وانا مش بعاني. عندك كام سنه؟ عندك كام سنه يا عزيزه؟ انا عندي 35.
طيب عندك اولاد؟ يعني مثلا السمنه دي نتيجه ان انا حملت وخلفت وكده ولا ايه؟ اه الحمد لله عندي اولاد. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. تمام اوكي. حاولتي تعملي دايت قبل كده؟ حاولتي تاخدي مثلا ادويه تخسي بيها؟ حاولتي اي حاجه ولا دي؟ والله يا حبيبتي انا جربت كذا مره وجربت مع دكاتره بس بدون ذكر اسماء وما جبتش نتيجه. تمام. بس بنت خالتي تابعت معاكم وكلمتكم من الفريق الطبي. طب بصوا بقى يا سلام، انا بتبسط قوي بالناس دي، الناس اللي تيجي تقول لي انا بتابع علشان خاطر صاحبتي خست معاكم علشان بس ما خدتش نظام صاحبتها، وده الميزه بقى، ده اللي انا بقول لكم عليه، ان انت ما خدتيش النظام اللي هي ماشيه عليه، ان انت جيتي تسالي وتقولي اخد ايه، صح كده؟ ايوه صح كده. طيب بصي بقى، انت دلوقتي التخن ده نتيجه انت بتاكلي كتير؟ ولا يومك متلخبط؟ ولا عندك مثلا بتسهري؟ ولا ايه مشكلتك بالظبط؟ يعني تخنك ده انت عارفه سببه ايه؟ بصي هو انا طبيعي ان انا باكل بالليل عشان جوزي بيجي متاخر فباكل معاه. تمام؟ وطبعا الصبح انا مش باكل، بودي الاولاد المدارس ومش باكل، فباجي بنام تاني بصحى اكل، فمواعيد مش مظبوطه. تمام. وباكل بالليل بس انا مش باكل كتير. تمام تمام. بصي بقى، انا دايما الامهات اللي بيجوا لي يقولوا لي ايه، انا بستنى جوزي لما يجي بالليل اكل معاه وبصحى الصبح ودي الولاد المدرسه وارجع انام. بقول لهم طب حلو قوي، انت بتصحي الصبح عشان تودي ولادك المدرسه، المفروض ان انت بتفطري ولادك قبل ما ينزلوا، افطري معاهم افطري معاهم افطري معاهم ولو حاجه بسيطه. لازم تبداي تحفزي جسمك الصبح ده من 6 ل 9 الصبح اعلى وقت واعلى معدلات الحرق. لازم ابدا ادخل جسمي كده زي البنزين اللي ابدا اقول لجسمي يلا نبدا نشتغل. فانت كده كده بتصحي الصبح، تصحي الصبح تفطري مع اولادك، واوعي تكوني مش بتفطريهم عشان بس تبقى الامور واضحه. لا لازم يفطروا قبل ما ينزلوا، تفطري مع اولادك ان شاء الله بيضه مسلوقه ونص رغيف. ابدا ان انا احفز جسمي ادخل له نشويات زي العيش الاسمر علشان خاطر ده اللي بيديني طاقه اكمل، واخد بروتين زي البيض مثلا زي الفول. ليه؟ البروتينات من الحاجات اللي بتزود الحرق، لان الجسم والمعده بتستهلك سعرات علشان تهضم، فيعمل ايه؟ يزود الحرق. فانا كده بدات يومي حلو. وصليهم تعالي نامي براحتك، وبعد ما تصحي تبداي بقى تاخدي المورينجا، تاخدي القهوه الخضراء، الحاجات دي يا جماعه طول النهار بتعمل ديتوكس، بتنقي جسمي، تنزل الميه الزايده، لان في ناس تخنها بيبقى فيه، لو انت معايا سامعه كده، في نسبه احتباس سوائل، فالقهوه الخضراء بتنزل السوائل الزايده، المورينجا بتنزل برضو السوائل الزايده. ابدا اخد فيتامين د علشان خاطر ممكن يبقى عندي سمنه موضعيه بطن مكان الولاده، عندي ارداف، عندي مثلا منطقه الصدر، كل الحاجات دي فيتامين د هيظبط معاكي جدا، وموجود معانا في كورس لينك اب برضو. تبداي تاخدي الكولاجين، الكولاجين علشان مع الخسسان ما تحسيش ان بشرتك متاثره، شعرك بيقع، في تجاعيد، ده انا حصل لي تهدل، وتبداي ان انت تتضايقي. لا لما تاخدي الكولاجين هيبدا يظبط معاكي جدا. فمع كورس لينك اب، واهم حاجه صوروا ارقام الفريق الطبي دلوقتي الموجوده معاكم على الشاشه، وما تنسوش لينك صفحه الفيسبوك علشان تتواصلوا. وهنستناكم بعد الفاصل ونكمل ازاي نخس صح ونخس من غير حرمان. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، والكورس لينك اب، وازاي نخس صح وازاي نخس من غير حرمان، وده المهم، لان كل الناس مش بتقدر تستمر في الدايت. ليه؟ بتزهق، تقول لا ده انا محرومة، انا مش هفضل طول عمري ما اكلش سكريات، مش هفضل طول عمري ما اكلش نشويات، انا نفسي اكل كذا. فطبعا بيزهقوا وبيملوا، احنا بشر وجزء كبير من متعتنا بتبقى في الاكل، فبنحب ان احنا ناكل اللي في نفسنا، نحب لما نبقى معزومين ناكل كل حاجه، ما نبقاش لا ده انا عامل ريجيم، انا عامل دايت، وده اللي بيضايق الناس كلها. لكن معانا ومع هيلثي لايف ومع لينك اب مفيش الكلام ده، انا بقول ان هو صديق الاسره، صديق العزومات، بتروح ومش بيهمك حاجه. ليه؟ لان انت شبعان، شبعان فتقدر تاكل من كل الاصناف كميات بسيطه وتحس ان انت مش محروم. وده ليه؟ علشان كورس لينك اب في كبسولة الذكية لسد الشهية. يا سلام شوفوا السجع بقى. الكبسولة الذكية دي اللي هي بتشتغل زي بالون المعدة، يعني لما بناخدها ونشرب مية بتملى المعدة. أنا عايزاكم ما تنسوش تصوروا أرقام تليفون الفريق الطبي دلوقتي عشان تتواصلوا معهم، فون واتساب، ولينك صفحة الفيسبوك هينزل دلوقتي تقدروا تخشوا عليها، هتشوفوا كل الأسئلة اللي تخص الدايت وهتلاقوا ردود كتير. واللي هيشتري الكورس عن طريق الصفحة وعن طريق الاتصال أو الواتساب النهاردة هيوصلوا الكورس لحد البيت مجانا،
شحن مجاني، متابعه الفريق الطبي مجاني، النظام الغذائي مجاني، وهديه الحلقه ايه النهارده مع كورس لينكاب؟ في شامبو علاجي هديه، لان احنا دلوقتي بين الفترات التغير الفصول ده، القشره والتساقط والحاجات دي كلها بتزيد، وكمان فيتامين، كل ده على حسب الحاله، يعني على حسب الحاله اللي معاك الفريق الطبي هيبدا يقرر لها ده يناسبك او ده ما يناسبكش. فنرجع تاني ونقول الكبسوله الذكيه اللي بتسد الشهيه، بس بتسدها صح ازاي؟ ان انا الاقي نفسي شبعان، معدتي مليانه زي بالون المعده، الياف كتير، فاشرب ميه كتير، فالجزء اللي باقي من المعده اللي يستقبل الاكل يبقى صغير، فاقدر ساعتها ان انا مش جعانه يا جماعه، وبس مش محرومه. نفسك في حاجه، لما حد بيجي يقول لي انا نفسي اكل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه، بس امتى وازاي؟ ودي ميزه ان انت تتابع مع دكتور متخصص وفريق طبي. واحنا بنكرر مره ثانيه ان كل اللي بيرد عليكم اخصائيين تغذيه متخصصين، وده الميزه، مش قصه انا خبير تغذيه اللي كل الناس بتقولها على نفسها دلوقتي. طيب، في ناس كتير بتقولي دلوقتي انا مشكلتي الملل، عشان كده ده الرد بقى عليهم، مشكلتي الملل في الدايت، ان انا بزهق، ان انا بتحرم، هل الكورس مناسب معايا ان انا اعمل دايت من غير ما احس بزهق؟ لا، انتوا جيتوا بقى في ملعبنا. كورس لينكاب مناسب جدا جدا ان انت تاكل كل اللي في نفسك بالكميات اللي الفريق الطبي هيحددها لك، يزود لك الحرق، وكمان ما تتخنش وتفقد وزن. عارفين المعادلة دي، بس هم نجحوا في ان يحطوا فيها المكونات والعناصر اللي تخلي المعادلة دي تبقى ناجحة. ان انا لو مشكلتي في ان انا باكل كتير هنقفل الشهية، لو مشكلتي ان الحرق قليل هنحفز الحرق بوجود القهوة الخضراء والمورينجا اللي انا كل مرة بكرر واقول انها صيدلية متنقلة، وفيتامين د اللي الناس بتطنش وتقول ده فيتامين د، ده بتاع العظم. لا، هو مش بتاع العظم بس، فيتامين د علشان خاطر السمنة الموضعية، عشان خاطر تكتل الدهون في اماكن واماكن، عشان خاطر عدم التنسيق، يبقى جسمك غير متناسق. فيتامين د كمان مسؤول عن ايه بقى؟ المود الرخم، الاكتئاب، ان انا زهقان، انا حاسس بملل، كل ده فيتامين د بيعالجه. واغلبنا عندنا نقص في فيتامين د. كورس لينكاب في ميزه ان هو بيديني نسبه فيتامين د اللي تعوض لي النقص اللي في جسمنا كلنا، فتخلي بقى شعري اللي بيقع يبطل يقع، التقصف يقل، صحتي العامه كلها، لان دي فيتامينات جسمنا مش بيقدر يخلقها، فبنحتاج ان احنا ناخدها من بره، بس ما بنقدرش ان احنا ناخدها كلها عن طريق الاكل، فلازم يبقى فيه مكملات غذائيه تساعدني. وده ميزه كورس لينكاب، وادي لينك صفحه الفيسبوك، عايزه الناس كلها تدخل عليها، تبداوا النهارده تشتروا كورس لينكاب وتشوفوا الفرق بقى، علشان خاطر اكيد اغلب الناس جربوا حاجات كتير قوي للتخسيس، بس ايه الصح وايه اللي يكمل معاك وايه اللي يحسسك ان انت في احسن حاله؟ انا عايزه اخس بس ابقى نشيط، مش هبقى عندي همدان وخمول وزهقان، اصلا عامل دايت يا جماعه، انت مالك وشك شاحب كده، اصلا عامل دايت، شعرك خف، اصلا عامله دايت، هالات سودا، اصلا عامله دايت. لا، عايزين نشيل الفكره دي شويه، ان احنا نعمل دايت ونخس بس نبقى احلى. عارفين لما حد يشوفك كده ويقول لك انت بقيتي احلى؟ احنا عايزين كده، انك تبقي احلى. تبقي احلى ازاي؟ تابعي معانا وانت تبقي احلى. طيب، في بيسالوني بيقولوا لي هو انت عماله تقولي ديتوكس ديتوكس، ايه موضوع القهوه الخضراء ديتوكس؟ اي حد مننا لازم لازم يعمل ديتوكس لجسمه من 3 ل4 ايام كل شهر. الديتوكس ده بيعمل ايه؟ بينقي الجسم من كل السموم. احنا طول ما احنا قاعدين بناكل اكل غلط وبنشرب غلط والحاجات اللي حوالينا في الحياه كلها غلط، والجانك فود والفاست فود والكلام ده كله، فاي جسم فينا محتاج ان احنا نعمل تنقيه من كل السموم، وده دور القهوه الخضراء الديتوكس. ناخد تليفون ونكمل. الو الو، مساء الخير يا دكتوره. مساء الفل، مساء الجمال، او صباح الخير عموما، او صباح الخير، عادي، كله شغال. والله يا دكتور انا اول مره اتابع برامج التخسيس اصلا، يعني لا مش اخر مره بقى، لا حلو دي، لا وتبقى كويسه. الاول عرفنا بنفسك، مين؟ انا ميخائيل. مين؟ ميخائيل. ميخائيل، صباح الفل ميخائيل، كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك يا رب. طيب يا رب، الله يخليك. قول لي بقى، عندك كام سنه؟ كام كيلو؟ انا عندي طولك ايه؟ كل بقى يعني قول لي السي في بتاعك كده. عندي 29 سنه. تمام. طولي تقريبا 178. تمام. بس 124 كيلو. 124 كيلو، كتير شويه. طب عندك اي مشاكل صحيه؟ عندي مشكله في حاجتين بس، الضغط دايما عالي، وعندي كنت كاشف من فتره وعندي انسداد بس في الشريان في القلب. طب اكيد الدكتور بتاعك قال لك ان انت لازم تخس. ايوه، هي دي بقى القصه. تمام، طب ركز بقى معايا. انا كل مره بحب اكد على ايه؟ ان السمنه او التخسيس او ان انا ابقى رفيع مش رفاهيه. يعني مش عشان بس البس حلو وانا داخل على العيد وانا عايزه ابقى شكلي حلو، القصه مش بس شكلي حلو، القصه ان السمنه والتخن الزياده زي ما انت شايف كده، في ضغط،
في انسداد في الشرايين، في مشاكل في القلب، السمنه ليها دور كبير جدا جدا في تراكم الدهون على الاوعيه الدمويه، تعمل التصلب الشرايين، في ان هي تعمل مثلا احتباس سوائل فيزود الضغط. فلازم اخس، هنا الخسسان مش رفاهيه، هنا اجبار، انا لازم اخس ولازم يبقى عندي اراده. علشان كده بقى ادخل معايا بقى تحدي شهر او تحدي شهرين، ان احنا لازم نشيل في الشهرين دول ال 24 كيلو اللي فوق ال 100. تمام؟ ال 24 كيلو اللي فوق ال 100 دول ده التارجت بتاعنا ان احنا نبدا عليه. انا هبقى 100 كيلو في اقل من شهرين، هبقى 100 كيلو في اقل من شهرين، ابدا ان انا اشتغل على الهدف ده. يبقى هو ده الهدف اللي قدامي، ابدا ان انا اظبط مع الكورس اللي انا هاخده، كورس لين كاب، ابدا اخد المورينجا، هتبقى كويسه جدا، ودي كلها اعشاب طبيعيه، ما تخافش من ان هي تاثر على حالتك الصحيه. اخد فيتامين د، اخد الاوميجا 3. الاوميجا 3 مهمه جدا في حالتك. ليه بقى؟ الاوميجا 3 بتمنع تراكم الدهون في جدار الاوعيه الدمويه اللي هي بتسبب تصلب الشرايين. علشان كده الاوميجا 3 جزء مهم جدا من كورس لينكاب، ومهم جدا في حالتك هتاخدها، مش بس عشان الذاكره والزهايمر والتركيز، لا، الاوميجا 3 بتعزز دور الدهون النافعه. طب تابعنا من التلفزيون بقى يا ميخائيل، عن الدهون الضاره، وبتمنع تراكمها زي ما بقول في الاوعيه الدمويه. عشان كده هي جزء مهم جدا جدا من كورس لينكاب، فهتبدا تقلل معاك الريسك ان انت يبقى تصلب شرايين وان الحاله تسوق اكتر. فانت هتدخل معانا شهرين هنخس فيهم ال 24 كيلو اللي فوق ال 100، وهنكمل بعدهم. انا عايزاك توصل 80 كيلو، 85 الماكسيموم بتاعك، وده ان شاء الله ان شاء الله هنوصله في اقل من 3 شهور. عشان كده بقى هقول لك حاجه، اللي هياخد كورس شهرين هياخد معاه التالت مجانا، اللي هياخد كورس شهرين عشان اشجعكم هياخد معاه التالت مجانا. والقصه مش هتبقى بس هديه الحلقه ان اللي هياخد كورس هياخد معاه شامبو وفيتامين، لا، الحالات اللي زي ميخائيل ان احنا عايزين نفقد كيلوات كتير عشان الحاله الصحيه هنعمل ايه؟ هناخد كورسين، هناخد التالت مجانا. وادي لينك صفحه الفيسبوك نزل معاكم. السمنه مرض خطير، السمنه مرض، عشان الناس اللي بتفتكر لا ده تخين، لا، هي مش قصه تنمر وقصه تريقه، السمنه مرض خطير، سبب مئات من الامراض العضويه. استقرار الضغط يعني بيفرق جدا جدا لو انا تخين او رفيع او في سمنه او لا. السكر، الامراض التنفسيه، اوقات كتير لما ببقى تخين وفي كرش بيأثر على النفس، بيوصلني اوقات كتير لحاجه اسمها سليب ابنيا. عارفين يعني ايه؟ يعني بقطع النفس وانا نايم، ما بتنفسش، وده صعب جدا. بيعمل عدم استقرار في حاله القلب، بيقلل المناعه، السمنه بتقلل المناعه، ويبقى جسمي عرضه للاصابه باي عدوى توصل لدرجه السرطانات على فكره كمان. فالسمنه عدو خطير، وهي دلوقتي من اهم اول او تاني سبب في عدم استقرار الحالات الصحية والمسببة للوفاة كمان. يعني الإحصائيات العالمية الأخيرة إن السمنة رقم 2 في مسببات الوفاة من الحالة الصحية يعني. تمام؟ فلازم نخس. خس إزاي؟ نرجع ونقول تاني، مع كورس لينكاب اللي معانا النهاردة، كورس مسجل ومرخص من وزارة الصحة، ودي أول حاجة عشان تبقوا مطمنين، علشان الناس اللي بتبقى قلقانة، لا، كورس لينكاب، كورس مسجل ومرخص من وزارة الصحة، قلنا مكوناته هتساعدني إن أنا أخس، وهتساعدني في القضاء على أغلب الأسباب اللي بتأدي للسمنة. ناخد تليفون تاني. ألو. ألو. ألو يا دكتور. صباح الخير. صباح النور، إزاي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله زي الفل، مين معانا؟ منورة السيسي والله. حبيبتي بنوركو بنوركو والله. أنا روان. روان، قولي لي بتكلمينا منين؟ انا روان من القاهره. من القاهره، طيب قولي لي بقى يا روان احنا مشكلتنا ايه ونحلها مع بعض. انا يعني مشكلتي مختلفه تماما. بس علي صوتك شويه، انت لسه نايمه شكلك. انا لسه نايمه فعلا. لا لا اسمي كده، ركزي معانا عشان نعرف نخس مع بعض ازاي. تمام. لا هو انا مشكلتي خالص مش ان انا عايزه اخس، انا رفيعه جدا. رفيعه جدا. طب قولي لي طولك قد ايه ووزنك وسنك كل حاجه. انا طولي بالظبط 169. تمام. وزني 52 51 يعني. انت ايديال، ده انت ياخدوكي موديل والله. يا دكتور انا شبه الهيكل العظمي يعني، كاني موميا بس. عندك كام سنه؟ 23. 23. طيب انت هل الرفع ده او النحافه دي انت عارفه سببها، ولا انتوا مثلا دي جيناتك وراثيه، احنا عيله رفيعه ما بتاكليش، ايه مشكلتك بالظبط؟ لا لا هو انا بس كنت ايام الجامعه والثانويه كنت بذاكر كتير، ما كنتش باكل خالص. وبعدين بقى انا اصلا عندي يعني نقص في فيتامين دي. تمام. وانا نسبه الهيموجلوبين عندي 9. ما
هو انت ممكن كمان دلوقتي لو انت عملتي تحاليل تلاقي عندك انيميا ومشكله في الحديد. انا عندي انيميا فعلا. عندك انيميا فعلا. أوه. طيب ما بت يعني يومك مقلوب، ما بتاكليش كتير، بتسهري بالليل ولا ايه نظام شغلك؟ ايه انا انا بسهر كتير جدا، يعني تقريبا بنام الصبح يعني الساعه 5 كده 6 في الحدود دي. طيب بصي، يعني احنا دايما في هيلثي لايف، واي حاجه دلوقتي بقينا بندور على الحياه الصحيه، لايف ستايل الصحي. لايف ستايل الصحي هو بالنسبه بالليل، هو ربنا خلقنا ان احنا ننام بالليل ونصحى بالنهار، احنا اللي قلبين حياتنا، عشان كده كل حاجه في حياتنا متلخبطه. يعني هو ربنا خلق ان الليل ده سكن كده، وان احنا نستريح وننام، وان احنا نصحى بالنهار ونبدا نمارس حياتنا. انا نحيفه، انا تخينه، انا عايز حياه صحيه، انا مش بدور لا البحث عن النحافه ولا ان انا الرشاقه ولا الكلام ده، لا انا بدور ان انا ابقى عايش حياه صحيه، بدور على ان انا احافظ على نفسي في سن الأربعين من وانا عندي 20، في سن الخمسين من وانا عندي 30. لكن ان انا ابقى عندي 35 40 سنه وعندي ضغط وعندي سكر وعندي سمنه وعظمي بيوجعني وعندي كل ده، بنبنيه من بدري. علشان كده بقول الحياه الصحيه، الحياه الصحيه دي بنظام حياه صحي، اعمل كل حاجه هو ربنا خلقنا عليها، ابدا اوزع وجباتي. انت دلوقتي رفيعه فمش نفسي مسدوده مش قادره اكل، اوكي هتعملي ايه بقى؟ تبداي تاكلي كميات بسيطه متوزعه على خلال اليوم، لان اللي زيك ما ينفعش ان انا احط له وجبه غذائيه كبيره واقول له كلها، مش هتقدري تاكليها. هتعملي ايه؟ ساعه ما تصحي الصبح وحاولي تقلبي يومك، تعدليه ان انت ما تصحيش بعد الساعه 9 الصبح، تبداي تاكلي حبات قليله متوزعه خلال اليوم، وتحطي فيها كل العناصر الغذائيه، ما تسيبيش عنصر. تعملي طبق كده بيسموه الهول بليت ميل في التغذيه، اللي هو الطبق انت بتبقي مجهزاه متقسم وفيه كل العناصر الغذائيه، حاطه فيه فيتامينات وحاطه فيه بروتين وحاطه فيه الياف وحاطه فيه كل حاجه، حاطه فيه من كل حاجه ربنا خلقها ولو كميات بسيطه. تشتغلي بقى بنظام النقنقه انت اللي ينفع معاكي، وطبعا كورس لينكاب هتلاقي حاجات مناسبه ليكي جدا، هي مش كورسات تخسيس بس يا جماعه، في حاجات مناسبه كمان للناس اللي عايزه تتخن. تبداي بقى تاخدي من كل العناصر الغذائيه مع كورس لينكاب اللي هيديهولك المناسب لحالتك، فيبدا جسمك يتنشط يتعود. وادي لينك صفحه الفيسبوك نزل لكم مره ثانيه قدامكم علشان خاطر تقدروا تتواصلوا عن طريق الصفحه، غير ارقام التليفون اللي بتبقى موجوده علشان خاطر سواء فون سواء واتساب. فتقدري ان انت تعملي تدخلي على صفحه الفيسبوك وتتعاملي مع الفريق الطبي وتسيبي الرساله بتاعتك، هيردوا عليكي او عن طريق الواتساب او عن طريق صفحه او عن طريق الفون علشان خاطر الناس اللي بتتداخل عن طريق التليفونات. فطبعا هتقدري ان انت تغيري حياتك، تمشي بلايف ستايل صحي. عندنا في كورس لينكاب الالفنت اللي هو ينفع جدا علشان خاطر اللي زيك، الناس اللي عايزه تتخن، وواحده واحده الكيلوات اللي انت نقصتيها في وقت طويل هتبداي تزيديها، بس واحده واحده مع صحه. لان في ناس بقى تقول لك ايه وصفات، اشربي كذا، هاتي كذا من عند العطار، كلي كذا، كل ده غلط، كل ده مش صح. انا ضد الوصفات، انا بقول نتسال المتخصصين، تاكلي كل حاجه، تاخدي كل العناصر الغذائيه، تبداي تدخليها لجسمك واحده واحده، هتوصلي لصوره كويسه. فزي ما احنا بنقول احنا عايزين نخس، لا في ناس عايزه تتخن، وده ميزه كورس لينكاب وميزه الفريق الطبي، ان هو هيقول لكم، واحنا طبعا موجودين معاكم هنقول لكم تعملوا ايه وايه الصح اللي تمشوا عليه، وده مهم، وبطلوا الوصفات. انا كنت عايزه اتكلم في الموضوع ده، كله دلوقتي على السوشيال ميديا بيقولوا انه خبير تغذيه وكميه وصفات فظيعه، وانا مش بتداخل في شغل حد، فالمفروض ان محدش يتداخل في شغل اخصائيين التغذيه. ما ينفعش ان حد النهارده يقول خدوا اعشاب كذا من عند العطار، اشتروا كذا من عند العطار، ويرجع يقول انا تعبت. انا ده مش مضمون المصدر، لكن لما يبقى فيه مكملات غذائيه وفي حاجات مسجله من وزاره الصحه ومرخصه من وزاره الصحه، ده معناه ان هي كده اخذت ضمان ان انا استخدمها وانا مطمن. لما يبقى بقى اللي وصفها لي فريق طبي ابقى مطمن اكتر. لما تديني نتيجه واخس واوصل للريزلت اللي انا عايزاها من غير ما جسمي يتاثر، تبقى افضل وافضل. هكرر مره ثانيه، صوروا ارقام التليفون اللي موجوده على الشاشه وادخلوا على صفحه الفيسبوك وكلمونا واتساب، علشان هدايا الحلقه النهارده في شامبو فيتامين على حسب الحاله، كورس هيوصلكم مجانا ومتابعه الفريق الطبي وبرنامج التغذيه. ومعانا التليفون. الو. الو. ايوه صباح الخير. صباح النور يا فندم. مين معانا؟ مع حضرتك يوسف من بنها. يوسف ازيك، عامل ايه؟ ازي حضرتك، منور حضرتك يا دكتور. ميرسي، بنوركم والله، مشجعيني كده. مبروك حضرتك على البرنامج. منور. قول لي يا يوسف، عندك كام سنه وايه المشكله؟ انا عندي 31 سنه. تمام. بس بص بص بصراحه حضرتك، مش هقول لك ان انا الناس بتتنمر عليا، بس بقى مش هقول لك كمان ان انا عايش يعني حزين وكده، بس انا بصي انا فرحي
بعد 3 شهور. تمام. وحضرتك عارف الراجل اللي هو ايه بعد الجواز على طول بيتخن وكرش وكده. ليه ما نشيل الفكره دي من دماغنا؟ احنا عايزين نشيل الفكره دي. ده دلوقتي يعني الرجاله بقوا بيهتموا اكتر من الستات صدقني. ما هو ما ينفعش برضه يعني عنده بيبقى كبير بصراحه يعني هبقى انا والمدام برضه حوامل مش هتنفع برضه. لا لا مش هتبقوا انتوا الاثنين وتتنافسوا بقى كرش مين الاكبر انا ولا انت. بس هي معاها حجتها. انت بقى تبقى حجتك ايه؟ ما انا دلوقتي عشان بصراحه يعني انا وزني دلوقتي 124 كيلو فعايز حل. طولك قد ايه؟ انا طولي 172. تمام اوكي. طب حلو احنا قدامنا. عندك مشاكل صحيه؟ عندي سكر. عندك سكر؟ والدكتور ما فكرش مثلا يقول لك خس؟ اكيد قال لك خس. هو قال لي الصراحه بس انا يعني اللي كنت يعني بتاكل اقراص ولا انسولين؟ انسولين. ما احسش ان انا عندي هبوط، وخصوصا ان اي حد عنده سكر وغصب عنه مع تذبذب الانسولين ونسبه السكر اللي طالعه نازله دي بتلاقي نفسك ان انت جعان، عايز تاكل كتير، عندك نهم للحلويات تحديدا وشراها. فميزه كورس لينك اب هنا بقى ان هو هيسيطر لك على قصه الجوع. ميزه القهوه الخضراء هنا اللي انا بقولها دايما ان هي بتثبت لي نسبه السكر في الدم، بتعمل كنترول لافراز الانسولين، فبتخلي قصه الجوع الكتير اللي عمال على بطال وان انا النهم للحلويات يقل شويه. غير ان انا هتلاقي حد يقول لك مسموح لك في اليوم ان انت تاكل قدر معين من الحلويات، مش ممنوع خالص، ما اقدرش امنعك خالص، لان امنعك خالص دي غلط عليك، يجي لك هبوط. فاخدها بصوره صح. فالقهوه الخضراء اللي موجوده في كورس لينك اب يا يوسف علشان تبقى مركز معايا هتعمل انها تظبط لك نسبه السكر في الدم، هتكنترول افراز الانسولين، هتعمل ديتوكس لكل الحاجات الغلط اللي في جسمك، هتنزل الميه الزياده اللي في جسمك، فهتحس ان انت خسيت صح. المورينجا ما فيهاش اي ضرر، مناسبه جدا جدا ليك، من تركيبها انها فيها فيتامين بي، فيتامين بي اللي مهم قوي لو نعرف ان اي حد مريض سكر في روشته العلاج بتاعه كده بيبقى عندي فيتامين بي، فالمورينجا فيها فيتامين بي من تركيبتها وده ربنا سبحان الله خلقها لنا. فميزه برضو انها تساعد في استقرار حاله صحيه للسكر. فيتامين د اللي موجود في الكورس مهم قوي برضو هيساعد في استقرار الحاله. الاوميجا 3 وكرر مره تانية، الاوميجا 3 مش عشان بس الذاكره والزهايمر والتركيز، الاوميجا 3 ليها دور مهم قوي واساسي في استقرار حاله الدهون، ان ما يبقاش عندي دهون زياده، ترسب الدهون في الاوعيه الدمويه مهمه قوي قوي قوي. نقط الحرق، خلي تفاح يعني محدش يقلق، اللي الناس بتقول اخده ازاي، طبعا هنعرفكم او الفريق الطبي هيقول لك الجرعات بالظبط، انا بقول ان جنرال بس هم هيقولوا لكم الجرعات بالظبط. خل التفاح اللي هو لما بيتاخد بنسب صح بيحفز الحرق جدا جدا وبيبقى مهم قوي علشان خاطر البكتيريا النافعه اللي في المعده. فكورس لينك اب مناسب ليك جدا، مناسب للناس اللي عايزه تخس مع استقرار الحاله. وباكد مره ثانيه ان عارفه ان اي مريض بيتعلق باشياء، فتلاقي حد يروح يقول له هات كذا، اشتري كذا، خد كذا من عند العطار، بليز يا جماعه لا، بلاش خالص الوصفات، انا ما اضمنش الاعشاب اللي انا جايبها دي هل هي فيها شوائب نظيفه مش نظيفه، تناسبني ما تناسبنيش، طالما عندي كورسات مسجله من وزاره الصحه زي كورس لينكاب اقدر ان انا اتواصل مع الفريق الطبي اللي ارقامه طبعا موجوده على الشاشه وكل شويه باكد عليها دلوقتي، واتساب 24 ساعه ولينك صفحه الفيسبوك وناخد تليفون تاني. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، مين؟ ياسمين. ياسمين؟ ايوه ياسمين. ياسمين من القاهره. صباح الفل يا حبيبتي. منوره والله يا دكتوره. حبيبتي بنوركم. ربنا يخليكي. الله يخليكي يا حبيبتي. هي المشكله مش عندي صراحه، عند والدتي.
ربنا يبارك في عمرها. قولي لي بقى عندها كام سنه وايه المشكله؟ هي عندها 64 سنه. تمام. وطولها 165. وزنها قد ايه؟ وزنها 158. بتتحرك ولا قاعده؟ لا والله التحرك بتاعها صعب شويه، وعندها مشاكل صحيه، عندها انسداد في شرايين القلب، ومركبه دعامه، وضغطها على طول عالي، وعندها السكر. تمام. مش بتتحرك خالص والله يا دكتوره. علشان الوزن التقيل ولا عندها مشاكل في العظم او كده؟ اه عشان الوزن بتاعها. طيب بس اكيد طبعا برضو بعيد مره تانية الدكتور قال لكم لازم تخس. اه لازم تخس. طيب ده دورك انت بقى، يعني هي اي ام، يعني انا بقدر جدا ربنا يرحم امي طبعا ويبارك في اعمار امهاتكم، زي ما هي ساعدتنا واحنا صغيرين دورنا بقى ان احنا دلوقتي نرد الجميل، فده دورك انت يا ياسمين. اه نفسي اساعدها والله. لا يعني ان شاء الله يعني معانا كده تقدري ان انت تساعديها واحده واحده، وزي ما بقول ده دور بوصيكي، اعتبريها ان انا كده بوصيكي على مامتك يعني. تمام. اول حاجه احنا هنحط برضو هدفنا ان احنا نخس حاله مامتك علشان خاطر سنها، عشان خاطر استقرار حالتها الصحيه. هي عندها مشاكل كتير، قلب وسكر وضغط وشرايين ودعامه وحاجات كتيره قوي قوي، لازم افتت الدهون دي، الدهون اللي هي مكلبشه في الجسم، الدهون اللي هي ممكن تسبب عدم استقرار لحالتها الصحيه. فلازم نبدا نخس، بس نخس واحده واحده، ونخس طبيعي من غير ما ناخد ادويه تلخبط لنا الحاله الصحيه. لا انا عايز اخس من غير ما الخبط، انا عايز اخس عشان اعمل استقرار، مش ان انا الخبط الحاله الصحيه. مهم قوي عشانها انها تاخد المورينجا، واعيد مره تانية المورينجا صيدليه متنقله. المورينجا للناس اللي عايزه تخس وعايزه جسمها يبقى صحي، او مش عايزه تخس عايزه جسمها يبقى صحي، المورينجا صيدليه متنقله. بس ميزتها بقى في حاله مامتك ايه؟ ان هي هتفتت الدهون المكلبشه، الدهون العنيده، الدهون المتكتله، هتساعد في ان هي تتفتت. المورينجا زي ما اعيد مره تانية فيها فيتامين بي، حلو جدا للاعصاب الطرفيه، حلو جدا جدا لاستقرار حالتها الصحيه في السكر، هيساعد في تنظيم نسبه السكر والانسولين في الدم، فمهم قوي قوي انها تاخدها. مهم قوي قوي لحالتها دي انها تاخد فيتامين د، مهم قوي انها تاخد اوميجا 3، مهم قوي انها تاخد كولاجين. ليه؟ علشان عظمها، لان هي دلوقتي عايزه حاجه تساعدها علشان خاطر تقدر تتحرك. مع التقل، التقل ده بيضغط على المفاصل، بيضغط على الكولاجين اللي بين اللي في الغضاريف اللي بين المفاصل، علشان كده لازم اديها كولاجين من بره. الكولاجين ده هيساعدها علشان خاطر تقدر تقوم، فهتخس وتقدري ان انت تنظمي لها وجباتك الغذائيه ونزود حرقها مع استقرار حالتها الصحيه، هو ده الايديال بالنسبه لها. فده دورك يا ياسمين ان انت تساعدي والدتك في ان هي تخس الفتره دي بصوره صحيه، وتحافظي عليها وعلى صحتها، علشان خاطر اللخبطه كتيره قوي في الحاله الصحيه محتاجه منك اهتمام كبير جدا. عيد مره ثانيه علشان الناس اللي متابعينا كورس لينكاب معانا النهارده، ارقام التليفون موجوده على الشاشه للتواصل، فون او واتساب، ولينك صفحه الفيسبوك هينزل دلوقتي. معانا شحن مجاني لكل الناس اللي هتطلب الكورس، هيوصلهم لحد البيت. وهدايا الحلقه النهارده الشامبو علاجي علشان مشاكل الشعر وفيتامين، وكله طبعا على حسب الحاله، مش كله لبعض يعني لاي حد، لا لما بتتصلوا فريق الطب بيقول لكم الحاجات اللي مناسبه ليكم ومناسبه للحالات بتاعتكم، عشان الناس ما تاخدش حاجه عشوائيه. فكورس لينكاب هيقفل لي مشاكل التخن من كل النواحي. لو باكل كتير الكبسوله الذكيه هتسد الشهيه، عايزاكم كده تفتكروها، وهي تبقى صديقه العيله، علشان خاطر لما باخدها بحس ان انا مش جعان، فاقدر ان انا اكل كميات بسيطه، مش ابقى محروم. مش هتلاقي نظام غذائي بيقول لك كل مسلوق وشوربه خضار. يعني اعتقد ودي صفحه الفيسبوك دلوقتي هتلاقوا عليها انظمه غذائيه كتير، علشان خاطر الانظمه الغذائيه اللي بتعتمد على الحرمان او ان انت كل كذا او ما تاكلش كذا، هي دي اللي الناس بتمل فيها، وهي دي اللي الناس بتحس ان في مشاكل. احنا عندنا اسئله فيسبوك دلوقتي نبدا ناخدها مع بعض علشان خاطر نرضي كل الناس، الناس اللي بتكلمنا واتساب والناس اللي بتبعت لنا فيسبوك وفون، نبقى راضيين الكل. عندنا اول سؤال هينزل قدامكم دلوقتي، محمد. محمد بيقول كل ما امشي على نظام والتزم ما بعرفش، وبحس اني بضيع. مش هتضيع يا وديع والله ولا حاجه، لاني بلاقي النتيجه زي عدمها، افضل تعب نفسي شهر واثنين وثلاثه، والاقي في الاخر معدل الشهر 3-4 كيلو، وفرحت ان في منتجات بتنزل معدل اسرع واسهل من الدايت وغلسته. ده بقى اللي انا كنت بقول عليه، الملل من الدايت، الزهق من الدايت. الناس بتزهق ليه؟ عشان انت عامل دايت غلط. من الاخر انت بتقول ان انت مش بتلاقي نتيجه، والنتيجه زي عدمها، و3 4 كيلو في الشهر، ما انت لازم هتزهق. قصه ان انا ايه النظام المناسب ليا يا استاذ محمد؟ ايه النظام اللي ينفعني؟
واعيد مره تانية اللي ينفعني غير اللي ينفعك، اللي ينفع حالتي غير اللي ينفع حالتك، فما تاخدش نظام عشوائي. عشان كده بقول في فريق طبي تقدر تتصل بيهم يقولوا لك المناسب ليك، يحطوا لك انظمه غذائيه فيها كل حاجه. لانك انت بتزهق ليه؟ عشان بقول لك ممنوع تاكل حاجه حلوه، ممنوع تاكل سكر، اوعى تاكل مكرونه، اوعى تاكل رز، هتلاقي نفسك كل يوم تاكل فراخ مسلوقه وخضار سوتيه، هتزهق. امر طبيعي، هنزهق كلنا. انا عايزه اكل كل حاجه، وده اللي معانا ان احنا بناكل كل حاجه. وانا دايما بتحدى اقول ايه، هنخس من غير حرمان، يعني مش هلاقي نفسي في كذا، كله بس ناكله امتى وازاي. ودي الميزه، انا نفسي اكل بسبوسه بقول لهم كلوها، بس كلوها ازاي، كلوها حجم قد ايه، وخلال ساعه من الوجبه الغذائيه الرئيسيه علشان خاطر معدل السكر يختلط ببعضه. فليها نظام، النظام ده مش عشوائي. لكن في ناس تقول لك ايه، انا النهارده مش هتغدى ومش هتعشى وهاكل شوكولاته، فانا هعوض السعرات الحراريه في ان انا اكلت حلويات. لا طبعا مش صح، مش صح. يعني مش حضرتك مثلا تقول انا مطلوب مني 1500 سعر فهاكلهم كلهم شوكولاته ومحدش ليه دعوه، هلخبط من ناحيه ثانيه. عشان كده بنقول نخس صح عشان ما تحسش بملل انت وغيرك. انا مش عايزه حد يحس بملل، عايزاكوا تكملوا عشان تخسوا وتكملوا معانا. في سؤال تاني فيسبوك، مؤمن بيقول انا تعبان جدا من وزني ومأثر عليا في روتين حياتي لاني مريض سكر، وطبعا بحتاج اكل علشان مواعيد الادويه كل مره نقول، ومعدل الحرق طبعا وحش، فبالتالي بيزيد الوزن كمان. مش وعايز اعرف يا دكتور لو التزمت بالكورس هل ضروري اقلل من كميات اكلي، وهل الكورس ليه اضرار على مرض السكر؟ مؤمن، انت لو متابع حلقتنا من الاول والفقره اللي فاتت دي او المكالمه اللي فاتت هتلاقي ان انا بقول بالعكس، كورس لينكاب مناسب جدا جدا لمرضى السكر. كورس لينكاب من مكوناته فيتامين د، من مكوناته المورينجا، من مكوناته القهوه الخضراء المورينجا اللي فيها فيتامين بي، من مكوناته الاوميجا 3، كل الحاجات دي مع بعض بتساعد في استقرار حاله السكر لمريض السكر. فمهم قوي قوي ان انت تاخده مع الادويه، لان احنا مش هنتدخل في الادويه، مع تنظيم الاكل بتاعك السكر هيتظبط ويبقى فيه كنترول لحاله السكر معاك. لان زي ما بقول السكر مرض مكمل معانا، بس المهم نحافظ على استقرار الحاله الصحيه. معانا تليفون، الو. يا دكتور. ايوه صباح الخير. صباح النور. مين معانا؟ احمد من القاهره. احمد صباح الخير. صباح النور يا فندم. قول لي بقى ايه مشكلتنا؟ لا دي مشكله خطيبتي. مشكله خطيبتك ايه المشكله؟ يا رب ما كنتش بتتفرج على البرنامج بس. علي صوتك يا احمد انا مش سامعاك. بقول لحضرتك يا رب ما كنتش بتتفرج على البرنامج بس. ده احنا هنخبط. قول قول. ايوه بصي، انا بتحرج يعني المنظر العام في الشارع ان انا امشي معاه في احراج شويه بالنسبه لي. يا رب ما تنفذش عليه وامسك نفسي، كمل. لا مش محتاجه. فالفكره كلها برضو انا عايز اساعدها في حاجه زي كده. هي المشكله ان هي تقعد طول اليوم انا ما باكلش، وبالليل تروح ضربه مره واحده. هي وزنها قد ايه طيب وسنها؟ 112، عندها 23 سنه. تمام اوكي. طولها قد ايه؟ 166. تمام. هي بتقعد طول اليوم حارمه نفسها؟ وتيجي بالليل تاكل كتير؟ طول اليوم تعمل دايت وتخس ومش عارف ايه طول اليوم، بس بالليل بقى اي حاجه في الثلاجه، يعني تفتح الثلاجه تخلصها. ما خدتش بالك مثلا ممكن طريقتك معاها وان انت مش عارف بتتضايق من نظرات الناس والكلام ده ممكن يبقى بيضايقها فبتعند معاك؟ يعني هتشتغل معاها طول اليوم وهتيجي بالليل تتفتح شهيتها وتاكل الثلاجه؟ على فكره في كده فعلا. ما انا النهارده عشان كده بقول بلاش حرمان، لما احرم نفسي طول اليوم انا هجوع بالليل، هاكل اي حاجه. في الاخر تلاقي احنا السبب برضه، الرجاله تلاقي فيها السبب برضه. تمام. لا بص بقى، ما احنا دلوقتي زي ما بقول كده وانت بقى تساعدها، بس تساعدها بطريقه لطيفه الله يخليكوا. الرجاله عندهم مشكله في الموضوع ده، الرجاله بتخبط كده على طول. لكن انت لما تجيب لها كورس لينكاب هديه وتبدا تشجعها وتقول لها هنبقى مع بعض وهنعمل مع بعض، وتحط هدف قدامها ان احنا نبقى احلى ونبقى اشيك، وتقعد تشجعها شويه. لكن انا بتضايق من نظرات الناس، لا ما تتضايقش من نظرات الناس. انا بحب قوي ان البني ادم بغض النظر بقى عن التخن والخسسان يبقى راضي عن نفسه في حاله من الرضا، انت تبقى راضي عن حالتك عن وضعك، لان في حاجات بره ارادتنا. بس هنخس ان احنا انا اكل طول النهار بطريقه صح عشان ما تحرمش وبالليل اكل الاخضر واليابس. لا ابدا ان انا طول اليوم انت بقى تعودها هنفطر كذا، لو في امكانيه نفطر سوا، نتغدى اكل بطريقه معينه، نبدا نزود البروتينات في الاكل علشان تزود عمليه الحرق شويه، نبدا نبعد عن الحاجات الضاره اللي هي ايه، المشروبات الغازيه عماله على بطال، مشروبات الطاقه، السكر الابيض، الدقيق الابيض، الملح، الحاجات دي غلط جدا. اللي عايز يخس واللي مش عايز لازم يبطلها. الكافيين الكتير، التدخين الكتير، ابعدوا عن كل ما هو ضار، حاولوا تقللوه واحده واحده مش مره واحده،
بس هنقلله واحده واحده. كورسلين كاب هيساعدها؟ هيساعدها جدا. الشهيه بتاعت بالليل، الجوع العاطفي مع زياده افراز هرمون الكورتيزول مع لخبطه في هرمون النمو، كل ده بيسبب جوع. الجوع ده بقى لما اكل يحصل ايه؟ يتخزن في البطن، في دهون الكرش، في دهون الارداف، اجي افتته بعد كده اسمها دهون عنيده، دهون حشويه، تبقى رخمه. بس مع كورسلين كاب هتتظبط، هيظبط لها نومها علشان في فيتامين د، وادي لينك صفحه الفيسبوك نزل قدامكم، هيظبط لها نومها، فهتقدر ان هي ما تاكلش بالليل وتنام، هتحس انها شبعانه مع كبسولات سد الشهيه فمش هتاكل عمال على بطال. المورينجا هتثبت لها مستوى السكر فمش هتحس ان هي عايزه تاخد سكريات كتير. القهوه الخضراء هتعمل لها ديتوكس وتنقي جسمها وتنزل الميه الزايده في جسمها، فهتبقى برده فيها ميزه كبيره جدا ان هي تشيل الميه الزياده وتنزل كيلوات كتير. ف112 دي لو مشيت على الكورس بتاع لينكاب واللي الفريق الطبي هيقوله لها والسيستم او النظام الغذائي اللي هيتحط لها، اول شهر هتخس من 12 ل 15 كيلو على الاقل. وانا عارفه بقول ايه، هتخس من 12 ل 15 كيلو اول شهر على الاقل. هتلاقي بقى نفسها، عارف ده عمل لها موتيفيشن كده، عملها تحفيز، فعايزه تكمل، عايزه تبقى احلى، وانت بقى تشجعها. ودي بقى ايه النقطه بتاعتك، مش تقعد طول النهار خسي اصل كذا، لا يعني حاول ان انت توصل لها الطريقه. انا مش هعلمكم يعني، مش كل مره اعلمكم، حاول ان انت توصل لها الطريقه بطريقه لطيفه شويه، وكورس لينكاب هيساعدك وهتخس وهتبقى احلى ان شاء الله، ومفيش ناس لا هتغلس ولا اي حاجه. طيب الناس اللي دايما تقول لي ايه، انا مش بعمل دايت، مش بحب اعمل دايت علشان دايما بيحصل لي مشاكل في القولون وامساك. ليه؟ علشان ما بشربش ميه كتير، علشان خاطر بحرم نفسي من الاكل، ما باخدش الياف، ما باخدش اعشاب، ما باخدش الحاجات اللي زي ما بقول اللي بتشتغل زي بالون المعده وتملالي المعده وتنظم حركه الامعاء، فيبقى ما فيش امساك. فيبداوا ان هم ياكلوا بروتين بس، ياكلوا حاجات صلبه بس، ياكلوا عيش فينو ودقيق ابيض بس، كل ده بيعمل امساك. لكن مع لينكاب اللي موجود فيه القهوه الخضراء والمورينجا ونشرب ميه كتير ونبدا ناخد نقط الحرق ومع وجبات غذائيه منتظمه زي ما الفريق الطبي هيقول لكم بالظبط، مش هيبقى فيه مشاكل لا قولون ولا امساك ولا الحاجات دي، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتضايق الناس في الدايت. في برضو جالي سؤال، دي بقى هو بصوا كان بيتكلم عن خطيبته، بستنى ناخد تليفونه بعد كده نشوف السؤال ده. الو. ايوه صباح الخير. ازيك يا دكتور يا قمر؟ حبيبتي صباح الفل. صباح النور، عامله ايه؟ تمام زي الفل. يعني انا اكتر حاجه النهارده اتبسطت بيها ومتفائله باليوم ان انا صحيت شفتك. يا سلام، قلوب كتير والله العظيم. صباح الفل عليكي. صباح النور، بحب حضرتك قوي يا دكتور والله العظيم. ميرسي يا قلبي، ميرسي حبيبتي، ربنا يخليكي. كتير سمعت عن حضرتك، يعني انا فعلا كان نفسي اكلمك جدا. يا سلام، انا ما حدش هيعرف يكلمني النهارده، انا النهارده يعني ما حدش هيعرف يكلمني كده، هتغر. انت حقك تعملي اي حاجه. حبيبتي ربنا يخليكي، قولي لي بقى اسمك ايه الاول؟ اسمي رضوى. رضوى صباح الفل. صباح النور يا دكتور. تمام، قولي لي يا رضوى بقى مشكلتنا ايه؟ انا يا دكتور عندي مشكله جامده جدا، انا من بعد الجواز يعني وزني اتغير تماما، انا ما كنتش كده. كلنا حبيبتي والله كلنا. بس انا بقى يعني جوزي بدا بقى اللي هو يعايرني بقى، انت تخيلي يعايرك؟ انا مش عارفه نعمل معاهم ايه، كملي قولي. فانا طبعا الحمد لله معايا احمد. ربنا يبارك لك فيه يا رب. ربنا يخليك. بقالي بالظبط 3 سنين متجوزه، لسه احمد عنده 8 شهور. تمام حبيبتي، لسه والده من شويه يعني صغيره. تمام. تعبانه بقى جدا، ما بعرفش اعمل حاجه، انا فعلا انا وزني دلوقتي ما قلتش لحضرتك بقيت 120. طيب هو بيرضع بس ولا بياكل مع الرضاعه؟ بداتي دلوقتي اكيد بتدخلي له اكل؟ بدخل الاثنين في بعض. طيب حلو تمام زي الفل، بترضعي طبيعي؟ طبيعي، وبرضه طب ايه اوقات بقى ياكل عادي، بقيت اديله يعني اكل طبيعي عادي. طيب حلو، على فكره الرضاعه من الحاجات اللي بتقلل الوزن على فكره، يعني الرضاعه الطبيعي. دكتور ما انا وزني مش عايز يقل ليه؟ لا لا هيقل، هيقل، ما هو معانا هيقل. اسمعي مني بس، اسمعي مني، الرضاعه ربنا خلقها كده سبحان الله، الرضاعه الطبيعيه من الحاجات اللي بتقلل الوزن، لان اللبن عباره عن ايه؟ دهون وميه مع بعض، فهي بتستهلك دهون من الجسم. غير بقى ان انت لو كنت من الستات الحوامل اللي عندها مشكله يقول لك ايه كلي الاثنين ليكي وللبيبي، فتلاقي نفسك كنت بتاكلي كتير وانت حامل مثلا، فالوزن ده ظهر بعد الولاده. كنت منهم؟
والله يا دكتور انا كنت باكل واوقات ما باكلش، يعني انا موضوع الحمل ده كان جاي معايا بهرمونات غريبه بصراحه، ما كنت مش انا، انا هو عامه الحمل بيختلف. بصي الحمل بيختلف من واحده للتانيه، في واحده بتاكل كتير واحده ما بتاكلش، بس anyway هو كويس ان انت والده من 8 شهور، ده معناه ان انت تقدري تاخدي كورس لينكاب، وان انت دلوقتي البيبي اعتماده مش بس على اللبن، وده حلو قوي. هو امن عليا اصلا يا دكتور؟ مش هيعمل له مشاكل خالص؟ لا لا مش هيعمل اي مشاكل خالص خالص مع البيبي. اهم حاجه تشربي سوائل كتير قوي. بصوا يا جماعه الرضاعه مش اكل، الرضاعه سوائل، يعني انا دلوقتي بتكلم في مرحله الستات اللي بترضع، الرضاعه واللبن بتاع الرضاعه ده سوائل، ده ميه كتير، ده مشروبات شفافه مش عصير او لا، الرضاعه سوائل كتير، تشربي ميه كتير، تاخدي مورينجا، تاخدي فيتامين د، تاخدي اوميجا، تاخدي كورس لينكاب. الارقام بس عشان نلحق وقتنا، الارقام موجوده قدامك على الشاشه، كورس مناسب ليكي جدا، ما تقلقيش. امن الست اللي بترضع تشرب سوائل وميه كتير. هنطلع فاصل دلوقتي وبعد الفاصل هنكمل معاكم هيلثي لايف. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وازاي نخس من غير حرمان، ودي ميزة النهاردة وجودنا معاكم في البرنامج، بقالنا ساعة عمالين نقول لكم هنخس يا جماعة، هنخس من غير حرمان، مش هنبقى محرومين من حاجة، وهنخس صح، وده اللي أنا عايزاكم كلكم تعرفوه. هيلثي لايف اسم برنامجنا، وهو نظام الحياة الصحي اللي أنا عايزة الكل يعرفه عن طريق كورس لينكاب اللي موجود، أرقام الفريق الطبي معاكم دلوقتي على الشاشة، كلموهم فون واتساب علشان تدخل التليفونات، ولينك صفحة الفيسبوك هينزل دلوقتي. كورس لينكاب كورس مسجل ومرخص من وزارة الصحة علشان الناس اللي بتبقى قلقانة وخايفة وعندها مشاكل صحية. الكورس فيه مكونات كتيرة جدا جدا قلتها معاكم، في مورينجا، في قهوة خضراء، في فيتامين د، في أوميجا 3، في مداخلة وبعدين نكمل الكلام. ألو ألو صباح الفل. صباح الفل يا دكتور، ازاي حضرتك؟ تمام. مين معانا؟ معاكي سارة من بورسعيد. سارة صباح الفل، بورسعيد، ايوه بحب بتلبس من كل حته احنا. حبيبتي صباح الفل عليك يا جميله، قولي لي بقى يا سارة احنا ايه بقى مشكلتنا، وان شاء الله معيش انا مش بعترف ان في حد يبقى عنده مشكله اصلا. هي مشكله بسيطه شويه، بس انا لسه والده من قريب بقالي 3 شهور. تمام. بس بقى انت عارفه بطن بقى وحاجات كتيره. ده 3 شهور؟ ده 3 شهور انت يعني مش عايزه اقول لك انا لما ولدت كنت كام كيلو، انا كنت معديه ال 100، يعني مش عايز اصدمك، كملي. تمام. انا بس بطني اللي مضايقني جدا جدا، غير ان بدا يظهر لي شويه ترهلات كده، انا ما كانش عندي حاجه. كل ده طبيعي، كل ده طبيعي، انا مش عايزاكي تبقي متضايقه، لان متضايقه ضيقك هيزيد. فانا بس عايزه افهمك الستات في الحمل والولاده دي تغيرات طبيعيه، انت مش عندك حاجه اكسترا، يعني مش عندك حاجه فظيعه، دي تغيرات طبيعيه. قولي لي انت كام كيلو؟ مضايقني ان ده ما كانش طبيعي، يعني دي مش طبيعه جسمي. ما حبيبتي ما هي في تغيرات في الجسم، انت تغيرات هرمونيه، في تغيرات طبيعيه بتبقى في جسمك. كل ده بقى هاكد مره ثانيه مع متابعه فريقنا الطبي ومع كورس لينكاب، كل ده هيتحل معانا باذن الله، ومع هيلثي لايف طبعا اللي انا كل مره باكد عليها. يا جماعه النهارده كنا في حلقه دسمه جدا فيها معلومات كتير قوي قوي تهم كل الناس اللي عايزه تخس، وعايزه تخس صح، وعايزه تخس من غير حرمان. قبل ما نختم عايزاكم تصوروا الارقام التليفون بتاعه الفريق الطبي، عايزاكم تدخلوا على لينك صفحه الفيسبوك، وما تنسوش تبعتوا لنا واتساب. كنا معاكم حلقه هيلثي لايف، استنونا في حلقات جديده ان شاء الله.